اللسان حالكم جميعا روعوني روعوني هيهات الملاقى بعد هيهات. خوش دمعة يا امير المؤمنين وعلى جنازة الفقيد السعيد اسم على مسمى هيهات الملاقى بعد هيهات يعود الغايب وهم يرجع المات قوضي قوضي يا اخي يا ام علي انا زار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع صاحت صوت الحقوا يا العدنان الحقوا حسين لا ينذب عطش. سيدنا الفقيد سيدنا انت طوال السنة تقرأ على جدك الحسين وتستمع لمصيبته وكنا نوصل بخدمتك وذات مرة طلبت من عندي ان اقرأ هذه الابيات فقرأتها في محضرك واليوم اقرأها وانت امامنا جنازة عند جدك امير المؤمنين. ان التي لم تبرح الخدرة ابرزت ان التي لم تبرح الخدرة ابرزت عشية لا كهف فتأوي الى كافي لقد فزعت من هجمة القوم واللهن الى ابن ابيها وهو فوق الثرى مغفي فنادت عليه حين الفته عاريا على جسمه تسفي صبا الريح ما تسفي. سيدنا انت هذا اليوم تفد على امك الزهراء فاطمة على جدك امير المؤمنين احنا نوصيك تقرأ لهم افاطم لو خلت افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي يشيع من تطبون مجلس وليد وبيت قعدون. شنسوي سيدتي اريد انكم وياي تنوحون ابني وقضى عطشان تدرون. سيدنا هذا التشييع المهيب في حرم جدك امير المؤمنين ويوم امس في حرم ابي عبد الله وحرم ابي الفضل العباس سيدي هذا التشييع المهيب وهذا التجهيز الفضلاء العلماء اهل المواكب الهيئات شيعة اهل البيت زوار امير المؤمنين سمعوني انا حر قلبي لمن بقي مطروح على رمضاي كربل يا بناي ما خيش لون نوم اي فاجعة هذه اي كسر هذا الذي لا ينجبر نايم خيش لون نوم حر الشمس غير رسوم. عزائنا لهذه الاسرة الكريمة أسرة آل الحكيم أسرة العلم والتقوى والشهداء سيما عن أبنائه يا بويا نروح كل احنا فدايا. الحسين سلام الله عليه تمنى حضوركم أيها الأحبة لكن في أي موضع ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني متى أبا عبد الله كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. سيدي يا أمير المؤمنين كلمة الدعاء
نظرة من عنده، قضاء حاجة، شفاء مريض، حسن عاقبة، كشف هذا البلاء والوباء. نختم قرايتنا ومجلسنا لفقيدنا لجدته الزهراء فاطمة. يا شيعي عروس منكم نزلوها. شوف هالبيت يسوى واحد ينزل راسه لو لا. يا شيعي عروس منكم نزلوها، الصار امكم الزهرة ورا الباب عصروه. اين الصارخون وفاطمة؟ سيد ارخصني يا علي باجازتك، رخصة منك. سيد ارخصنا اردحش منك واقول يا بن عم النبي ويا فحل الفحول، شلون قدامك يضربون البتول. سيدنا ابا رياض آية الله العظمى المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم، آليت إلا أن ترتحل إلى ربك في شهر الأحزان وفي يوم وفاة جدك زين العابدين سلام الله عليه. كربلاء لا زلت كربا وب كربلاء لا زلت ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء لا كربلاء ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى، عظم الله لك الأجر بمن كظى أحشاه الظما حتى قضى، وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد. هاليوم هاليوم نعزي فاطمة. يلا اخوان المشيعين شيلوا الجنازة رحم الله والديكم. هاليوم هاليوم نعزي فاطمة. هاليوم هاليوم نعزي فاطمة. هاليوم هاليوم نعزي حيدرة. ابد والله يا زهراء ما ننسى حسينا ابد والله. سيدنا الفقيد كان ناصرا للشعائر بكل ما يملك، فاليوم احنا نشيع بهذه حتافاتنا وكلماتنا وكلماتنا اللي نقراها ليلة عاشوراء. ليلة الوداع سيد ليلة الوداع ليلة الوداع سيد ليلة هلّا هلّا يا شباب حسين نايم عالتراب. هلّا هلّا حسين نايم عالتراب. هلّا هلّا شباب هلّا هلّا يا اخواني اخواني بلا تدافع اخواني جزاكم الله خير. للحرم للحرم للحضرة الشريفة ما قصرتوا، عن الأسرة عن أسرة آل الحكيم تتشكر من الجميع، من مكاتب العلماء من مكاتب المرجعيات إلى الطلبة إلى أهل المواكب إلى شيوخ العشائر إلى خدام الحسين إلى كل الحضور والذين لم يستطيعوا المجيء وأبرقوا لنا برسائل التعزية والمجالس التي أقيمت في كل مكان. نسأل من الله تعالى أن يجمعنا وإياهم على الأفراح والمسرات، وأن يكون هذا ختام الأحزان. والفاتحة مع الصلوات.